ممثلا لرئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة، الوزير الأول أحمد يحيى في أشغال القمة 31 لرؤساء دول وحكومات الاتحاد الإفريقي بنواكشوط لكسب المعركة ضد الفساد كنهج مستدام نحو تحول إفريقيا. باسم رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني الفريق أحمد قيد صالح يشرف على مراسم تخرج دفعات بالأكاديمية العسكرية لشرشال باستعراض أبان الاحترافية والأداء المتميز. ترحيل 424 مهاجرا غير شرعي من مركز الإيواء والعبور بتمنراست نحو النيجر. ورئيس البعثة الدولية للهجرة يشيد بجهود الجزائر في التكفل بالمهاجرين الأفارقة. مشاهدينا أهلا بكم إلى تفاصيل نشاط الأخبار. بداية، هنأ رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة نظيره البوراندي بمناسبة العيد الوطني لبلاده، مؤكدا استعداده للعمل سويا على توثيق أواصر الصداقة والتضامن التي تجمع البلدين ومواصلة العمل التضامني داخل الاتحاد الإفريقي من أجل تحقيق تطلعات القارة إلى السلم والاستقرار والتنمية. كما هنأ رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة نظيره الصومالي محمد عبد الله محمد فرماجو بمناسبة الذكرى 58 لاستقلال بلاده، معربا عن عزمه على العمل سويا من أجل تعزيز وتعميق علاقات التعاون القائمة بين البلدين. رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة هنأ أيضا الحاكمة العامة لكندا جولي بايت بمناسبة العيد الوطني لبلادها، معربا عن ارتياحه لجودة أواصر الصداقة والتعاون العريق التي تجمع البلدين، مؤكدا عزمه الثابت على العمل سويا على تعزيز وتعميق التعاون الثنائي خدمة لمصلحة الشعبين. وبالمناسبة ذاتها هنأ رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة الوزير الأول الكندي جوستان ترودو مجددا استعداده للعمل سويا على مواصلة تمتين أواصر الصداقة والتعاون بين البلدين، ومعربا عن ارتياحه للجهود المشتركة من أجل ترقية السلم والأمن في العالم. ممثلا لرئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة شارك الوزير الأول أحمد يحيى في أشغال القمة 31 لرؤساء دول وحكومات الاتحاد الإفريقي. يحيى وفي تدخله أكد على الدور المحوري للدول الأعضاء في الاتحاد الإفريقي في تجسيد مسار الإصلاح المؤسساتي للمنظمة الإفريقية، مشيرا إلى دعم الجزائر لهذا المسار ولجهود الرئيس بول كاغامي الذي كلف بالقيام به بالتشاور مع الدول الأعضاء ومفوضية الاتحاد الإفريقي. من واكشوت موفد التلفزيون عبد الكريم أنيس. أكد الوزير الأول أحمد يحيى ممثل رئيس الجمهورية في القمة الإفريقية على الدور المحوري للدول الأعضاء في إنجاح مسار الإصلاح المؤسسات للمنظمة القارية. جاء تدخل يحيى في الجلسة المغلقة أثناء مناقشة النقطة المتعلقة بالإصلاح المؤسساتي المدرجة في جدول أعمال هذه الدورة، بعد أن قدم الرئيس الرواندي بول كاغامي الرئيس الحالي للاتحاد الإفريقي تقريرا حول هذه المسألة والذي شارك فيه رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي موسى فقي. الوزير الأول أحمد يحيى دعا أيضا القادة الأفارقة إلى ضرورة الإبقاء على الاختيار الديمقراطي السائد حاليا داخل الاتحاد والمتعلق بطريقة انتخاب مناصب مفوضي الاتحاد الإفريقي. ونظرا للطابع الاستراتيجي للإصلاح المؤسسات داخل الاتحاد، جدد يحيى دعم الجزائر لجهود الرئيس بول كاغامي الذي كلف من قبل القادة الأفارقة لتوسيع التشاور مع الدول الأعضاء في اللجنة الإفريقية. فيما يتعلق بمسألة تمويل الاتحاد الإفريقي، شدد الوزير الأول على ضرورة إيجاد طرق مرنة لتمكين الدول الأعضاء من دفع اشتراكاتها المالية بشكل منتظم. هذا ويواصل رؤساء دول وحكومات الاتحاد الإفريقي أشغالهم في جلسة مغلقة لدراسة جدول أعمال القمة والذي سيتوج بقرارات وتوصيات ترفع إلى الجلسة الختامية غدا للمصادقة عليها. عبد الكريم أنيس، تلفزيون الجزائر، من داخل المركز الدولي للمؤتمرات
نواقشط. الوزير الأول أحمد يحيى ممثلا لرئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة بنواكشوط في قمة الاتحاد الإفريقي عرض أمس التجربة الجزائرية، وهذا خلال الجلسة التي خصصت لمناقشة الموضوع المحوري للدورة: الانتصار في مكافحة الفساد نهج مستدام نحو تحول إفريقيا، بعد عرض قدمه رئيس نيجيريا بتكليف من القادة الأفارقة. Monsieur le Président en exercice de l'Union africaine, Excellence Monsieur le Président de la Commission de l'Union africaine, ma délégation félicite Son Excellence Monsieur Mohamedou Buhari, Président de la République fédérale du Nigeria, pour la qualité du rapport qu'il nous a présenté au sujet de la mobilisation de l'Afrique, de placer le 31e sommet de son organisation sous le thème de cette bataille. En effet, la corruption n'est pas une triste singularité africaine, comme veulent le faire croire certains discours tenus ici et là. Bien au contraire, malgré les limites objectives qui pèsent encore sur ses moyens, l'Afrique peut s'honorer d'avoir pris à bras le corps la lutte contre la corruption, ce crime dangereux pour le développement et même pour la stabilité de nos pays. En témoigne notamment la Convention de l'Union africaine pour la prévention et la lutte contre la corruption, adoptée voilà 15 années au lendemain de la conclusion de la Convention des Nations Unies sur la même question. À cette occasion, ma délégation voudrait vous faire part de l'expérience algérienne contre la corruption. En effet, sous la direction du président Abdelaziz Bouteflika, l'Algérie a affiché sa détermination à combattre le fléau de la corruption qui ne l'épargne malheureusement pas. Cette détermination de mon pays s'est d'abord illustrée par notre ratification des conventions des Nations Unies de l'Afrique pour la prévention et la lutte contre la corruption, convention dont le contenu a été largement intégré à notre législation nationale en la matière. Mon pays s'est également doté d'un organe constitutionnel de prévention et de lutte contre la corruption, lequel concourt activement à la prise en charge de ce dossier. Par ailleurs, la justice compétente pour l'investigation et la répression de toutes les atteintes à la loi fait l'objet en Algérie depuis le début de ce siècle d'un vaste programme de modernisation et de renforcement de ses capacités, en lois mises à jour, en magistrats annuellement formés par centaines et en capacités matérielles requises. Forte de ses moyens, la justice algérienne a traité de 2015 à 2017 seulement plus de 7000 affaires de corruption. En outre, l'Algérie conduit sa lutte contre la corruption dans la transparence. Ce volet de sa gouvernance a été présenté à deux reprises à l'occasion du passage du dossier algérien devant le mécanisme africain d'évaluation par les pairs. Au niveau mondial également, notre rapport national sur la lutte contre la corruption a valu en mon pays des appréciations positives lors de sa présentation en 2012 devant l'instance compétente des Nations Unies à Vienne au titre du premier cycle d'examen de la Convention des Nations Unies contre la corruption. L'Algérie présentera cette année un second rapport à la même instance onusienne relatif notamment au chapitre portant sur la prévention de la corruption et le recouvrement des activités et des crimes de corruption. Merci bien, Monsieur le Président. هذا وكانت أشغال القمة 31 لرؤساء دول وحكومات الاتحاد الإفريقي قد انطلقت أمس بالعاصمة الموريتانية نواكشوط تحت شعار كسب المعركة ضد الفساد نهج مستدام نحو تحول إفريقيا، وهذا بمشاركة ممثلي رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة، الوزير الأول أحمد يحيى. الوزير الأول مرفوقا بوزير الشؤون الخارجية عبد القادر الساهل عرض جهود الجزائر في مجال مكافحة الفساد من خلال استحداث هيئة وطنية للوقاية من الفساد ومكافحته. وبالمناسبة التقطت لقادة الدول والحكومات الأفارقة المشاركين في هذه القمة صورة جماعية تذكارية.
وعلى هامش أشغال القمة التقى الوزير الأول أحمد يحيى مع كل من رئيس المالي إبراهيم أبو بكر كيتا ورئيس الكونغولي دينيس ساسون جيسو ورئيس زيمبابوي إميرسون منان جاغوا وكذا رئيس الصحراوي إبراهيم غالي، حيث نقل لهم التحيات الأخوية لرئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة. اللقاءات تناولت سبل تعزيز العلاقات الثنائية، وجدد خلالها الوزير الأول تمسك الجزائر بروابط الأخوة والتضامن التي تقيمها مع هذه البلدان. وفي تصريح للتلفزيون تطرق وزير شؤون الخارجية عبد القادر الساهل إلى أشغال القمة وأبرز ما ميزها. إذن تواصل دورة 31 لقمة رؤساء دول الحكومات الاتحاد الإفريقي أشغالها اليوم في جلسة مغلقة تطرق فيها رؤساء الوفود أربع نقاط. النقطة الأولى هو تقديم تقرير الرئيس كاغامي حول يعني الإصلاحات المؤسساتية للاتحاد الإفريقي. هذه نقطة يعني أخذت وقتا طويلا، وهذا راجع إلى أهمية إصلاح يعني منظومة الاتحاد الإفريقي، هذا حتى نعطي أكثر يعني إيجابية في العمل، وحتى يعني نبقى في إطار ما اتفق عليه الرؤساء وهو برنامج 2063. بالنسبة للنقطة الثالثة كان تقرير الرئيس يوسف محمد هو رئيس دولة نيجر، كان كلف من طرف القمة المنصرمة لتقديم عرضا عن حول منطقة التبادل الحر في أفريقيا. كما تعلمون في قمة المصارمة كان اتفق رؤساء الدول على إنشاء منطقة التبادل الحر، وكانت الجزائر وقعت على هذا الاتفاقية، والآن يعني دخلنا في مرحلة ثانية كيف نفعل هذا يعني هذه الاتفاقية حول منطقة التبادل الحر. التقرير التالي كان قدم من طرف رئيس المفوضية، وهو تقرير حول الموقف المشترك حول المرحلة القادمة ما بعد 2020 لاتفاقية ما بين الاتحاد الأوروبي ودول إفريقيا ودول يعني كاريبي ودول المحيط الهادئ. هذا يعني نقطة جد هامة. باسم رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني، أشرف أمس الفريق أحمد جيت صالح نائب وزير الدفاع الوطني رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي بالأكاديمية العسكرية لشرشال الرئيسي الراحل هواري بومدين الشرف على مراسم تخرج الدفعة 11 من التكوين العسكري القاعدي المشترك والدفعة 49 من التكوين الأساسي والدفعة 2 لضباط دورة الماستر. وبالمناسبة قام الفريق أحمد جيت صالح بتقليد الرتب وتسليم الشهادات للمتفوقين الأوائل، حيث سلم الفريق شهادة النجاح للمتفوق الأول من دورة الماستر وقلد رتبة ملازم للمتفوق الأول من التكوين الأساسي وسلمه سيف الأكاديمية. كما سلم الفريق أحمد جيت صالح للمتفوق الأول من التكوين العسكري القاعدي المشترك شهادة النجاح. وقد حملت هذه الدفعة المتخرجة اسم المجاهد الراحل بن مصطفى بن عودة. أسمع المملي. ويتجدد الموعد السنوي مع التخرج والتكريم بالقلعة العريقة والعتيدة في التكوين العسكري والأساسي، الأكاديمية العسكرية لشرشال الراحل الرئيس هواري بومدين. الكل جاهز ومستعد. الفريق أحمد جايد صالح نائب وزير الدفاع الوطني رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي يصل إلى ساحة العلم إيذانا ببداية حفل التخرج الذي أشرف عليه باسم رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني. والمستهل كلمة قائد المدرسة التي نوه فيها بالتكوين النوعي الذي تقدمه الأكاديمية للطلبة وبدورها في تعزيز صفوف الجيش بنخبة من الإطارات. أيها المتخرجون، أهنئكم على اجتيازكم لجميع تحديات منهاج الأكاديمية، ويحق لكم ولنا
ولأسركم الكريمة الفخر والفرح لتحقيق الهدف المنشود، فلقد أنهيتم مرحلة مهمة والقادم أهم، وإنكم مطالبون بمزيد من العطاء في حياتكم العملية. القسم والتزاما بالواجب الوطني أدت الدفعات المتخرجة القسم ليفسح المجال بعدها لتقليد الرتب وتسليم الشهادات للطلبة المتفوقين. لتتسلم الدفعة الموالية راية الأكاديمية من الدفعة المتخرجة. دفعة حملت اسم المجاهد الراحل بن مصطفى بن عودة، واحد من رجالات الثورة المظفرة، حيث كان عضوا في مجموعة 22 التاريخية، وكان ضمن الوفد المفاوض في اتفاقيات إيفيان، كما تقلد مناصب عدة بعد الاستقلال. رصيد ثوري استحق العرفان والتقدير، حيث قام سيد الفريق بتكريم عائلة المجاهد الراحل في ختام مراسم حفل التخرج. بعدها تابع سيد الفريق والوفد المرافق له استعراضات عسكرية وعروضا رياضية في القتال المتلاحم والحركات الرياضية الجماعية، عكست التنظيم المحكم والدقة وجاهزية أفراد الجيش الوطني الشعبي واستعدادهم للدفاع والذود عن حمى الوطن. أما الآن مع العروض الرياضية بالخطوة السريعة المتزنة لأداء عروض احترافية في فن الكوكسون والقتال المتلاحم. على المستوى المهاري لكل فرد في المربع. في تعبير للمستوى الراقي الذي وصل إليه أبناء الأكاديمية العسكرية لشمشان، الرئيس الراحل وارب مدين طاقته ومرونة جسمه وانسيابه وتنمية قدرة ذكائه على حفظ الضربات، الذي وصل إليه أبناء الأكاديمية العسكرية لشمشان، الرئيس الراحل وارب مدين. ليختم هذا العرض الاحترافي برفع العلم الوطني. ستظل الجزائر
الناس المتنافسين من الأسطح المقابلة للهدف بأظهار مهاراتهم التقنية في تطهير الهدف المعادي كما تتابعون. ونلاحظ الآن تشكيل الطلبة لعدة أشكال هندسية متنوعة طرف قوات الجيش الوطني الشعبي حامي حمى الأمة على ما تشاء قدير وبالإجابة جدير. وطني وطني غالي الثمن باقية على عهدها مختصة في صناعة الرجال وخير الصناعة صناعة الرجال. على الخلق والعلم تبنى النفوس وبالجد صرح المعالي يشاد شباب ممتلئ إيمانا وحماسا وعزما هم منظومة قيم متجذرة في قولهم وعملهم بالعقل والقلب والسلوك بأن القادة أهلوا أنفسهم للوطن فداء بذلها مغاوير البحرية لينطلق التشكيل باتجاه السفينة المشبوهة. فكلها وفاء للوطن ولفخامة رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني وللجيش الوطني الشعبي سليل جيش التحرير الوطني. موفرين وزيادات حسب تعليماتك. أيوة بالضبط. حلف. وزع. 4500. فيك. زلك هو. لا. أي مش عربي حبيك. وعلى هامش حفل التخرج أشرف أمس الفريق أحمد كيت صالح نائب وزير الدفاع الوطني رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي بتدشين مديرية البحث العلمي والتكنولوجي وتفقد مخابر البحث التابعة لها حيث استمع إلى عرض مفصل حول مهامها ليتابع بتقنية البث المرئي عن بعد بعض العروض العملية المنجزة من طرف المتخرجين من طلبة ضباط الماستر والليسانس. أشاد رئيس البعثة الدولية للهجرة بجهود الجزائر في التكفل بالمهاجرين الأفارقة غير الشرعيين خلال عملية ترحيل ل 424 مهاجرا من مركز اللواء والعبور بتمن راست نحو النيجر. وللتذوق باسكال رينجرز رئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة رافق عملية ترحيل 424 مهاجرا إفريقيا غير شرعي نحو أغاديس بالنيجر. عدة مراكز عبور وإيواء تحتوي على مختلف وسائل الراحة والرعاية الطبية والنفسية التي تضمن سلامة المرحلين طوال الرحلة. رحلات تكلف الجزائر 150 مليون سنتيم للحافلة الواحدة. Effectivement, le ministère de l'Intérieur algérien a bien parlé du retour organisé de 13 000 personnes sur les 8 ou 9 derniers mois. Pour ma part, moi je suis très heureux d'avoir eu l'occasion de participer à ce voyage. Ce fut un vrai voyage, 44 heures, du centre de Zeralda jusqu'au centre de Taman Rasset, en accompagnement
en accompagnement des différentes équipes. Et là, je salue en fait la coordination entre toutes les équipes, hein, donc les équipes du Croissant Rouge algérien, de la Protection civile, du ministère de la Solidarité, du ministère de l'Intérieur, du ministère des Affaires étrangères, du ministère du Transport, puis surtout aussi les services des différentes wilayas, et entre autres la grande wilaya du Sud, qui est Aman Rasset. Je crois que ce que je veux mettre en avant pour l'instant, c'est l'engagement de tous les volontaires qui, quelque part, font en sorte que ces opérations, qui ne sont pas des opérations faciles, il faut bien le rappeler malgré tout, se passent dans les conditions les meilleures possibles. مرافقة تضامنية إنسانية اتجاه من اختاروا الدخول إلى الجزائر بطريقة غير شرعية، عبء تواجهه الجزائر اليوم لوحدها في انتظار حل جذري يتطلب تكافلا دوليا لمواجهة هذه الظاهرة. مجهود غرب الجزائر مجهود كبير جدا، ونحن كنا اليوم شهود على ذلك. وفعلا يعني التكفل، برنامج التكفل برنامج مكلف، ويعني هذا شيء غير بسيط يعني، ومجهود مقدر. نحن كمفوضيه مكتب المفوضيه نقدر هذا ونسمن هذا الدور، وهذا ليس غريب على الجزائر حكومه وشعبها في تنسيق وتواصل مع السلطات الجزائريه في هذا الشان، في انه نحن نكون جزء من الحل وليس جزء من المشكله. هذا الشيء مهم جدا بالنسبه للمفوضيه الامم المتحده شان اللاجئين، انه نكون جزء من الحل. يعني هذه كل هذه الضجه الاعلاميه لا تهمنا كثير. التفاوضية السامية للاجئين والمنظمة الدولية للهجرة منظمات سجلت ارتياحها للعملية وثمنت دور الجزائر الإنساني ومجهوداتها تجاه هؤلاء الرعاية، مفندة كل التقارير الغير رسمية التي نقلت صورة كاذبة عن الجزائر. قام مساء أمس رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي بتوقف تقني بمطار هواري بومدينة الدولية قادما من واكشوت، أين شارك في أشغال قمة الاتحاد الإفريقي، وكان في استقباله وزير الداخلية والجماعات المحلية وتهيئة الإقليم نور الدين بدوي ووزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح. برلمانيا صادق أعضاء مجلس الأمة أمس بالأغلبية على 4 مشاريع قوانين في جلسة علنية ترأسها رئيس المجلس عبد القادر بن صالح بحضور وزير المالية عبد الرحمن راوية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي طاهر حجار ووزير العلاقات مع البرلمان محجوب بدة. وعقب المصادقة أكد الوزراء أن مشاريع هذه القوانين تأتي تطبيقا للتعديلات التي تضمنها الدستور الأخير في ظل توجيهات رئيس الجمهورية. وفي السياق نفسه صادق أيضا أعضاء مجلس الأمة في جلسة علنية ترأسها رئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح وبحضور وزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح على مشروع قانون الدفع بعدم الدستورية. لوح وعلى هامش الجلسة أكد أن مشروع القانون جاء بحق جديد يضاف إلى الحقوق التي نص عليها الدستور، ويتعلق الأمر باستعمال حق الإختار عن طريق القضاء. وبمجلس الأمة دائما ترأس عبد القادر بن صالح رئيس مجلس اجتماع لهيئة التنسيق خصص لعرض وتقييم نشاطات المجلس خلال الدورة البرلمانية العادية 2017-2018 المنتهية، لا سيما في مجالي التشريع والرقابة على عمل الحكومة. في هذا السياق أبرزت الحصيلة أن المجلس عقد 29 جلسة علنية صادق خلالها على 17 نص قانون، كما وجه 108 أسئلة شفهية لعدد من أعضاء الحكومة تم الرد عليها في 14 جلسة علنية خصصت لهذا الغرض. كما اعتمدت هيئة التنسيق لمجلس الأمة برنامج عمل المجلس للسداسي الثاني من السنة الجارية. وبالمجلس الشعبي الوطني وفي جلسة علنية ترأسها رئيس المجلس سعيد بوحجة تم أمس التصويت بالأغلبية على قائمة نواب الرئيس للفترة الثانية للعهدة البرلمانية، وذلك لمدة سنة قابلة للتجديد. كما تم تنصيب اللجان الدائمة 12 للمجلس الشعبي الوطني. هذا وكان مكتب المجلس الشعبي الوطني المجتمع برئاسة سعيد بوحجة رئيس المجلس قد تناول بعد المصادقة على جدول الأعمال على محضر الاجتماع السابق رسنامة تنصيب أجهزة المجلس. كما أعلن مكتب المجلس عقد جلسة اختتام الدورة البرلمانية العادية للمجلس 2017-2018 اليوم.
كما عقد رئيس المجلس الشعبي الوطني سعيد بوحجة لقاء تشاوريا مع رؤساء المجموعات البرلمانية، تناول رزنامة تنصيب أجهزة المجلس بعد تحديدها للسنة الثانية من العهدة البرلمانية الحالية، وتخص نواب رئيس المجلس ومكاتب اللجان الدائمة. هذا ويختتم أو يختتم البرلمان بغرفتيه اليوم دورته العادية لسنة 2017-2018 التي تميزت بالمصادقة على مجموعة من القوانين تمس شتى المجالات، وهذا طبقا لأحكام المادة 135 من الدستور المعدل، وكذا المادة 15 من القانون العضوي الذي يحدد تنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة وعملهما، وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة. أكد وزير السياحة والصناعة التقليدية عبد القادر بن مسعود أمس بسكيكدا أن قطاع السياحة في الجزائر يشهد ديناميكية كبيرة تتجسد بالخصوص من خلال الإقبال الملفت على الاستثمار في السياحة. حسن ميطلع. تضاف هذه القرية السياحية المنتظر تسليمها قبل نهاية السنة المقبلة إلى الهياكل السياحية التي تدعمت بها الولاية في السنوات الأخيرة المشروع بتمويل مشترك جزائري سعودي. هذا المشروع اللي عرف انطلاقة جد ومتميزة راح يعرف يعني وتيرة إنجاز بفضل وقوف السلطات المحلية، وتيرة إنجاز متطورة جدا، إن شاء الله سوف يكون جاهز خلال السنة أو خلال 2019. هذا المشروع هو واحد من 19 مشروعا سياحيا يجري إنجازه، وهو ما سيعطي دفعا قويا لهذا القطاع الذي يمتد على شريط ساحلي يصل إلى حوالي 150 كيلومتر. أنا جد متفائل بالنسبة لهذا القطاع على مستوى هذه الولاية وكذلك على مستوى الوطني، لأنه نرى نشوف في ديناميكية منقطعة النظير سواء من حيث الإقبال على المرافق السياحية من طرف المواطنين، وكذلك إقبال المستثمرين على الاستثمار في هذا القطاع. وبالميناء السياحي لإسطورة زار وزير السياحة والصناعات التقليدية عبد القادر بن مسعود هذا المعرض للصناعات التقليدية والحرف. دوليا، وفي مالي قتل جنديان فرنسيان على الأقل أمس في هجوم مسلح استهدف منطقة غاو الواقعة شمال مالي. وذكرت مصادر عسكرية في مالي أن عددا من الجنود الفرنسيين في قوة برخان تعرضوا لكمين على أيدي مسلحين قرب مدينة بوريم، أما أسفر عن مقتل جنديين اثنين على الأقل، ويأتي ذلك بعد يومين من هجوم على مجمع بوسط مالي يضم المقر العام لقوة دول مجموعة الساحل الخمسة المشتركة في غرب إفريقيا، أسفر عن مقتل 6 أشخاص. وفي الختام، ولمن فاتتهم مواعيدنا الإخبارية، عناويننا الإلكترونية في الخدمة. في أمان الله، بإذن الله.